عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. والنهاردة هقول لكم على سر قوي من أسرار الخياطة اللي بسببه بتاخدي دورات تفصيل وبتاخدي دورات تعليم خياطة. النهاردة لو عرفت السر ده مش محتاجة تروحي في أي حتة ولا تدفعي فلوس ولا أي حاجة، هتعملي كل اللي نفسك فيه ببساطة. هنعمل ايه؟ هنشغل عقلنا، هنعمل لايك، هنبتدي على بركة الله. بصوا يا جماعه، مبدئيا كده اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. انا ما عنديش فرق ما بين القياس الكبير والقياس الصغير والقياس الحريمي او اي سن او اي عمر، انا ما عنديش اي فرق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نفس طريقه القياس دي هي نفس طريقه القياس دي مع بعض الاضافات البسيطه، بعض الاضافات البسيطه. لو دخلتي دوره التفصيل فيها ارقام وجمع وطرح واسمه أرجوك توقفي فورا لأنك هتتعقدي، خاصة لو ما عندكيش سابق خبرة، خاصة لو ما عندكيش أي فكرة عن البترول. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن الناس اللي بتدرس في الملابس الجاهزة دول ناس بيقعدوا يمرنوهم 3 سنين على موضوع البترول والأرقام والقياسات. ما ينفعش أبدا أقولك النهاردة تعالي في 3 شهور هعلمك كل ده، يبقى كل ده مش حقيقي. مش هقولها مش حقيقي، ولكن من الصعب جدا. جايز من اول حصة يبقى عندك الحماس، جايز من تاني حصة نفسك، تالت حصة مش قادرة، رابع حصة بتوقفي. ومعظم الناس اللي بتجينا على الفيسبوك بتقول لنا بنوقف وما بنكملش دورات التفصيل. طيب ايه اللي انا اعمله عشان اتعلم وانا ربة منزل وما ليش سابق خبرة وما بعرفش حاجة في الحسابات ونفسي اعمل حاجات ولادي يعيدوا بيها وفي نفس الوقت ما يبقاش فيها تكاليف، في نفس الوقت اقدر الم الدنيا شويه مع الزوج، خاصه اللي يعني الامور صعبه عليا وعليك وعلى الدنيا كلها، يعني مش عليا وعليكم بس، الدنيا كلها في امور صعبه يعني. طيب مش هنلغي كتير، انا بس حبيت اوضح لك اعمل ايه لو دخلت دوره تفصيل فيها ارقام. تمام. طيب مبدئيا كده انا بوقف اي حد، بنتي ابني انا بوقفها بالشكل ده، بوقفها بالشكل ده في الجنب ده كده بتبقى واقفه. تمام. طيب مهم قوي اعرفك حاجه مهمه، الجزء ده اللي بيكون فيه الخياطه اهو، زومي يا عبد الرحمن اطلع، الجزء ده كده اهو اللي فيه الخياطه هو ده، ده معناه ان الموديل ده مظبوط عليا. لو الخياطه هنا يبقى الموديل مش مظبوط، الخياطه دخلت كده شويه يبقى مشدود ومشموط ومش هيبقى صح، لازم يكون على خط الكتف بالظبط. تمام. يبقى خط الكتف بالظبط هنا اهو، ده عندي الاساس، وخط الكتف بالتالي الناحيه دي هو عندي الاساس. تمام. طيب هنخسر حاجه لو عملنا لايك دلوقتي؟ والفيديو ده يستحق مليون لايك ومليون مشاهده؟ لا مش هنخسر، وهنعمل لايك دلوقتي وهنكتب تعليق ظريف وهنكتب كمان ان احنا عايزين موديلات كذا وكذا وهنعملها مع بعض وهتعملوها وتبعتوا لي التطبيق ان شاء الله. طيب اهو زي ما قلت دي اهم نقطتين عندي. تمام. طيب هنا في الاطفال في عظمه وهنا في عظمه، بعض الاطفال بتكون بارزه وبعض الاطفال لا. لما بعمل فستان او بلوزه لطفله والاقيها مرفوعه ده معناه ان انا ما خدتش القياس من الظهر، ده معناه ان انا خدت القياس من الامام. فالفستان بيبقى مظبوط على البنوته من هنا حلو، واجي لما الففها من ورا الاقي الفستان شايل. يعني ايه شايل؟ يعني مرفوع، يعني السوسته مش في مكانها، يعني خط مع انه انا قايسه مظبوط، انا فعلا خدت القياس المظبوط، لكن اللي فرق معايا هو العظمتين دول اللي بيشيلوا معايا الموديل. تمام. طيب يبقى اخد المزوره واروح ممررها في النقطه دي كده اهو، باخد القياس ده، باخد القياس ده، بصوا اهو القراءه طلعت كام؟ طلعت 25 سنتي، القراءه بتاعتي طلعت 25 سنتي. اكتب كل معلومه، هفتح مشروع ربنا يوسع عليا وعليكم يا رب، اروح كاتبه ان انا قياس الظهر عندي 25 سنتي. تمام. وده مهم جدا. طيب كتبت ان قياس الظهر 25 سنتي اهو، الظهر 25 سنتي بالشكل ده، دي نقطه مهمه. خلاص عملت خط الظهر، هاتي شريط اهو لبسيه للبنوته اهو، اوعي تنزليه، انت عارفه يعني ايه حزام ويعني ايه وسط، انا بلبسه لها. تمام. ده كده ايه؟ وسطها كده، انا عملت وسط البنوته. ماشي الحال؟ ماشي الحال. بالمزوره بقى
ولازم يكون معاكي مزوله ملهاش بديل. ملهاش بديل مش معنى ان انا عندي مسطره يبقى اشتغل بيها، ما ينفعش. دوران الرقبه اهو بتاع الطفل اهو، بس هي لو لابسه حاجه مقوره كده مقاس من اول هنا، انا بقيس من اول الجافه، من اول القفا، تمام؟ هنا اهو انا بقيس من اول هنا. طيب بصوا بقى انا قست ازاي، اهو ايدي مثبته فوق وبنزل كده عند الحزام، شايفين؟ طيب اهو الحزام كام؟ زوم كده يا حبيبه، اصل ولادي بيبدلوا في التصوير. 28 سنتي، 28 سنتي، تمام؟ اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ طول الوسط او طول الحزام. حالا وقفي بنتك واعملي اللي انا بعمله ده دلوقتي، وخدي الارقام اللي بتطلع لك بنفس الطريقه، تمام؟ يبقى عندي طول الحزام 28. كل ده وما عرفناش سر الخياطه، عامله لي عنوان يا عبد الرحمن سر الخياطه ومش هاخد دوره تفصيل والكلام ده، قلتيه في فيديو قبل كده وانا مش فاهمه فين السر في ده. طيب صبرا بالله، ان الله مع الصابرين اذا صبر، تمام؟ مشكلتك ومشكله اي حد بيتعلم خياطه انه ما بيطلعش دوران ابط مظبوط، ما بيطلعش دوران ابط مظبوط. حتى التطبيقات اللي بتيجي على الفيسبوك معظمها دوران الابط ضيق، معظمها دوران الابط ضيق، تمام؟ طيب عشان ما اطلعهوش ضيق وعشان اطلعه مظبوط اعمل ايه؟ نركز في النقطه دي لان هي اهم نقطه. القياس اللي انا اخدته من شويه ده كان كام؟ كان 28، كان 25، 25. طيب نصه كام؟ 12 ونص. نص ال 25 كام؟ 12 ونص، تمام؟ طيب انا لو قست الجزء ده كده هيديني 12 ونص، هيديني 12 ونص. ايه الكلام ده؟ طيب بصوا بقى، بجيب ورقه وبطبقها بالشكل ده كده اهو، بالشكل ده، ورقه جرايد، لوحه من مكتبه، ايا كان اللي تقدري تجيبيه، تمام؟ تمام. طيب زي ما قلت لكم انا اول حاجه بعملها في الخياطه انه انا بعمل خط بالشكل ده اهو، سواء على الورق سواء على القماش. انا الخط ده عندي خط يعني انا ما بحبش اغيره خالص، تمام؟ قلت ان انا اخدت الظهر، الظهر اللي انا قلت لكم عليه اهو 25 سنتي، اللي هو ايه؟ اللي هو الخط من اول هنا لغايه هنا كان 25 سنتي، نصه نصه كده يبقى 12 ونص. فانا باخد نصه كده 12 ونص اهو، تمام؟ انزلي 12 ونص، ده كده دوران الابط هيطلع مظبوط. عندي قلق، عندي خوف، عندي حته قماشه خايفه تبوظ، مش عارفه امشي وراكي ولا لا يا ام عبد الرحمن. ما تزعليش نفسك ونزلي 1.5 سم، حتى لو طلع واسع سنه مش مشكله، ما تزعليش نفسك وضيفي 1.5 سم، تمام؟ طيب اعملي كده اهو، اعملي الخط ده، ولا دوره ولا فلوس ولا خروج من البيت ولا طول النهار رايحه فين، رايحه الدرس، تمام؟ تعالي حطي 3 اصابع واعملي نقطه، بس انا صوابعي مليانه شويه عنك يا ام عبد الرحمن. يا ستي مش مشكله، مش هتفرق قوي، والله ما هتفرق قوي. حطي 3 اصابع بالشكل ده، وانا اعرف واصدقك منين، يعني انا اعرف ازاي ان ال3 اصابع دول هيدوني الشكل المظبوط، ولا انت بتسهلي بس عشان تعملي مشاهده ولايكات؟ انا والله نفسي اعمل لايكات ومشاهده كتير والله. بصوا بقى اهي، تمام؟ باخد المزوره واروح ممرراها على الصدر. الاطفال ما عندهمش صدر، لكن لازم امررها لهم كده، تمام؟ اهو واسيبها مستريحه، اسيبها مستريحه كده اهو، شايفين انا بعمل ايه؟ مهمه قوي النقطه دي، لازم اسيبها مستريحه. اياكي تضغطي المزوره كده وتقولي لي دي اصل انا هزود على الورق، لا لا. بصوا اهي، ما بزودش اي حاجه ثانيه، طلعت لي 75، تمام؟ طيب واروح ايه؟ مطبقه المزوره بالشكل ده، واروح ايه كمان؟ بصوا بقى، اروح بطبقه المزوره تاني بالشكل ده، واقوم ايه بقى؟ حط ده على الورقه اللي انا عملتها اهو. ايه رايكم بقى؟ اهي اهي بالظبط بالظبط بالظبط، جت ايه بقى؟ مش جت على نفس النقطه؟ اهي جت على نفس النقطه بالظبط، تمام؟ طيب يبقى اعتمدي طريقتنا ومش محتاجه كل شويه تلففي المزوره وتعملي الكلام ده اهو، تمام؟ تمام. طيب وروحي نازله من الخط اللي انت عملتيه ده اهو من فوق، انزلي كده عادي
عمودي مش مشكله. تمام. طيب بصي بقى دي كام؟ 5. اطلعي كمان 5 مش مشكله. هي على فكره مش قياس، يعني ايه مش قياس؟ يعني انا مش طالعه 5 اهو ولا نازله 5 ولا اي حاجه، انا اهو بعمل كده بس، انا مش محتاجه بقى 5 ولا اعمل اي حاجه، انا كده عملتها. تمام. طيب هريحك، الاطفال دوران الرقبه عندهم 5 سنتي، دوران الرقبه عند الاطفال 5 سنتي، انزلي كمان 5 سنتي اهو، نقط نقط لغايه ما تتاكدي انك صح. تمام. طيب هنا بنزل 1.5 اساسي، 1.5 ايه اساسي. لو فوتي الدرس ده هيفوتك كتير، لو اهتميتي بالدرس ده هتعملي حاجات حلوه كتير. طيب شايفين انا عملت ايه؟ تعالي هنا خدي الطول، خدي طول الموديل من الخط المستقيم اللي انت خدتيه، خدي طول الموديل. مثلا بفرضا اخدت طول الورقه كلها 56 سنتي دول كده، اخدتها كلها. تمام. الورقه هنا انا عايزه اعرف سنتيها على اي اساس يا ام عبد الرحمن؟ الثانيه دي اهي اللي هي 26 دي على اي اساس؟ بصوا بقى اساسنا اهو، واروح عامله ايه بقى؟ واخده قياس اكبر حجم بالشكل ده اهو، طلع لي كام؟ 72. طب نعمل ايه؟ نعمل لايك ونتابع الجزء الثاني من الفيديو ده، ونعمل لايكات كتير اننا عايزين نشوف الجزء الثاني بسرعه، ولايكات كتير وتعليقات كتير بسرعه الجزء الثاني مع عبد الرحمن، لايك كتير من احلى متابعين في الدنيا. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.